الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم اغفر لنا وتب علينا وعافنا واعف عنا واهدنا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا يا الله. أما بعد، لازلنا في شرح صفات الله التي يجب على كل مكلف أن يعرفها. من هذه الصفات التي بدأنا بشرحها المخالفة للحوادث، وبينا في درس الأمس أن معناها أن لا مشابهة بين الله وبين شيء من مخلوقاته ولا بوجه من الوجوه، وأن الله تعالى لا يشبه أحدا من كل العالمين. ثم جئنا على تفسير الرحمن على العرش استوى، وبينا أن كلمة استوى في لغة العرب لها 15 معنى، وذكرنا ما يليق منها بحق الله تعالى كحفظ وسيطر واستولى وقهر وأبقى، وذكرنا أدلة من القرآن على أن القهر وأن الله غالب للعالم غالب للمخلوقين قاهر للكون والعالم، هذا مدح لله، ولا يدل ذلك على أسبقية المغالبة بينه وبين خلقه كما تقول المشبهة، حاشا وكلا، لأن الله تعالى أزلي وصفاته أزلية. وهذه الآية قلنا إن علماء أهل السنة والجماعة بيّنوا أن معناها أن الله متصرف في العرش، قاهر للعرش ولكل العالم، وليس معناها أن الله جلس، ليس معناها أن الله قعد، ليس معناها أن الله استقر أو حاز، هذا كله مستحيل على الله. حتى المحازات من غير مماسة هذا مستحيل على الله. انظروا، هذه محازات ولو من غير مماسة، بمجرد هذه المحازات، هذه صفة المخلوق، صفة الأجسام. الله تعالى ليس محازيا للعرش، وليس مماسا للعرش، وليس مستقرا على العرش، وليس حالا في العرش، وليس ساكنا في الجنة ولا في السماء. إذا ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال الله تعالى: وهو رب العرش العظيم، يعني قاهر للعرش متصرف فيه كما يشاء. فإذا سألك سائل ما الحكمة من ذكر العرش في الآية، الحكمة من ذلك أن العرش هو أكبر مخلوقات الله حجماً، فإذا كان العرش الذي هو أعظم العالمين حجماً تحت قدرة الله، والله متصرف فيه كما يشاء، فمن باب أولى أن كل العالم تحت مشيئة الله، والله متصرف في كل العالم كما يشاء، وهو رب العرش ورب سائر العالمين. أليس قال في القرآن: مالك يوم الدين، هو مالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء،
فلماذا قال يوم الدين إظهارا لشأن ذلك اليوم؟ أليس قال ملك الناس وهو مالك الناس والإنس والجن والدنيا والآخرة؟ إذن لحكمة. وهكذا في هذه الآية الرحمن على العرش استوى لتفهمنا الآية أن ما دون العرش فهو تحت مشيئة الله من باب أولى، من باب أولى. وأما من قال إن الله جلس على العرش أو قعد فقد كذب القرآن وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب العقيدة والإجماع. واسمعوا يا إخواني ويا أخواتي، هذا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. من هو علي بن أبي طالب؟ هو ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صهره على ابنته الطاهرة البتول السيدة فاطمة رضي الله عنها. هذا سيدنا علي باب مدينة العلم، كما ورد ذلك في حديث حسنه الحافظ العراقي وإن أنكره إمام المجسمة ابن تيمية. ابن تيمية أنكر هذا الحديث أن عليا هو باب مدينة العلم وطعن فيه، مع أن الحافظ الزبيدي حسنه، حسنه. وقبل الزبيدي هناك من حسنه أيضا من الحفاظ. الحاصل سيدنا علي بن أبي طالب يقول، اسمعوا، إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. هيدا القول العظيم من معنى الرحمن على العرش استوى، يعني يدخل تحت تفسير هذه الآية، يدخل تحت تفسير هذه الآية. أعيد لكم، قال رضي الله عنه إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. إذا قال لك الوهابي، إذا قال لك المجسم، إذا قال لك المشبه، كيف يكون إظهارا لقدرته ونحن لا نرى العرش؟ يقال له أنت وكل الناس من حيث العدد البشر، ومعكم الجن، ومعكم البهائم، ومعكم أوراق الشجر والحصى وقطرات الماء، بالنسبة للملائكة كعشر العشر. نحن لا نرى العرش لكن الملائكة يرون العرش. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الإنس والجن والبهائم وأوراق الشجر وقطرات الماء والحصى عشر العشر بالنسبة للملائكة. وقال بعض العلماء كقطرة، قطرة في جنب البحر المحيط. نحن لا نرى العرش لكن الملائكة يرون العرش. اسمعوا، الذين يطوفون حول العرش من الملائكة فقط أكثر من سكان السماوات السبع، أكثر من سكان السماوات السبع. كل سماء مشحونة بالملائكة، ها؟ مشحونة بالملائكة. والسماوات السبع كم يكون فيها من الملائكة؟ الذين فقط حول العرش أكثر من الملائكة الذين في السماوات السبع. ثم هؤلاء الذين يطوفون حول العرش وينظرون إلى العرش ويرون العرش، كلما نظروا إليه، إلى العرش، ازدادوا تعظيما لربهم، ازدادوا تعظيما لخالقهم. والعرش خلق لحكم عديدة، منها أنه بالنسبة للملائكة الذين هناك
كالكعبة بالنسبة لنا في الأرض، فهو بالنسبة لهم كالقبلة كالكعبة بالنسبة لنا في الأرض. ثم هؤلاء الملائكة الذين يطوفون حول العرش هم لا يعلمون مساحة العرش، وهم لا يعلمون عدد بعضهم من الملائكة الذين حول العرش. انظر كم يكون عدد الملائكة الذين هم حول العرش فقط، وكم تكون مساحة العرش، كم تكون مسافة العرش. وكلما نظروا إليه ازدادوا تعظيما وتقديسا وتمجيدا لخالقهم، ازدادوا تعظيما لربهم. واسمع بعد، قال بعض العلماء: والعرش بالنسبة للملائكة الذين هناك كالمرآة، يعني بعض الملائكة إذا أراد أن يرى شيئا مثلا في الأرض ينظر إلى العرش فيرى ذلك الشيء. يعني العرش سقف الجنة، هذه حكمة أخرى، العرش هو سقف الجنة، والعرش كالسرير من حيث الشكل، يشبه السرير، مربع الشكل، له أربعة قوائم، يحمله في الدنيا أربعة من الملائكة، وفي القيامة يصيرون ثمانية كما نص القرآن على ذلك، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لماذا يصيرون ثمانية؟ إظهارا لعظم ذلك اليوم. في ذلك اليوم الله يظهر أهوالا كانت خافية عن العباد، يظهر أهوالا عجيبة، ويظهر أهوالا عظيمة الناس لم يروها قبل يوم القيامة. فتعظيما لشأن القيامة يضاف على هؤلاء الذين يحملون العرش في الدنيا الآن وهم أربعة، يضاف أربعة فيصيرون ثمانية مع عظم خلقتهم إظهارا لعظم ذلك اليوم. اسمعوا ماذا قال السيوطي رحمه الله، السيوطي يعني الحافظ المفسر الفقيه، ماذا قال؟ قال: ملك ممن يحملون العرش عنقه عند العرش وقدمه في الأرض السابعة، وقدمه في الأرض السابعة. ملك واحد ممن يحملون العرش من شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام بخفقان الطير، فكم تكون أحجام هؤلاء الملائكة؟ العرش أكبر منهم حجما. تجي بتقول لي: لكن كيف حاملين العرش؟ أقول لك: العرش وحملته محمولون بلطيف قدرة الله. ألسنا قلنا: لو أن الله شاء للعرش أن ينفلت لطحن ما تحته، لطحن السماوات والأرض، لأنها أحجام صغيرة بالنسبة للعرش، لأنها أحجام صغيرة. تخيل إذا كان الجنة، عرض الجنة كعرض السماوات والأرض، 7 سماوات و7 أراضين، لو مد بعضها إلى جنب بعض كم تكون الجنة؟ عرضها كعرض السماوات والأرض، هي أكبر من السماوات والأرض. طيب اسمع وانتبه، اسمع وانتبه، هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش هم والعرش محمولون بلطيف قدرة الله عز وجل، لأنهم في وقت، بل في أوقات، ليس في وقت واحد، بل في أوقات من الأوقات يتركون العرش، يتركونه. كيف؟ كل ملك يصلي، لا يوجد ملك لا يصلي، كل ملك حتى حملة العرش يصلون، يعملون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلون الخمس. بتقول لي: ليش الملائكة مكلفين؟ بقول لك: بلا شك، نعم هم مكلفون بالعقائد الإيمانية وبالصلوات الخمس وبالوظائف التي وظفهم الله وكلهم. أليس قال الله إخبارا عنهم: وهم بأمره يعملون، يعملون، لهم وظائف، لهم أعمال، وهم بأمره
يعملون. أليس قال الله عنهم فالمدبرات أمرا؟ شو يعني فالمدبرات أمرا؟ الملائكة لهم تدبير جزئي، انتبهوا، ليس كليا، لا، لهم تدبير جزئي في العالم في المخلوقات بما أمرهم الله بما كلفهم الله، انتبهوا. والملائكة وعمل الملائكة هم خلق لله، فتدبير الملائكة بهذا التدبير الجزئي لبعض المخلوقين من العالم هو تحت مشيئة الله، أما التدبير الشامل لكل الكون والعالم فهو لله عز وجل. فهمنا هذه القضية؟ التدبير الشامل لكل الكون والعالم فهو لله، فهو لله المدبر لجميع المخلوقين، هذا لله عز وجل. أما الآية فالمدبرات أمرا يعني تدبير جزئي في بعض الأعمال، يقومون بما وكلهم الله وليس تدبيرا كليا لكل الكون والعالم، لا. ثم اسمع معي وانتبه، الملائكة كلهم أولياء، ليس فيهم ذكور، ليسوا إناثا، لا يأكلون لا يشربون. مين من العلماء نص على أنهم ليسوا ذكورا ليسوا إناثا، لا يأكلون لا يشربون لا يبولون لا يتغوطون لا يتعبون؟ من نص على ذلك؟ لا ينامون لا يتزوجون، ليس لهم أولاد وليس لهم ذرية. من نص على ذلك؟ الحافظ السيوطي في كتابه الحبائك في أخبار الملائك. ثم الملائكة كلهم أولياء، فليس فيهم كافر، حاشا، ليس فيهم كافر وليس فيهم فاجر وليس فيهم فاسق. الله ماذا قال عنهم في القرآن؟ بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون، أولياء رضي الله عنهم وعليهم السلام. اسمعوا وانتبهوا معي، فإذا قيل لك كيف تقول كل الملائكة أولياء وإبليس اعترض على الله؟ قل له إبليس ليس ملكا، إبليس ليس ملكا، إبليس ليس طاووس الملائكة، يعني منذ خلق هو جني. الله ماذا قال في القرآن؟ وخلق الجن من مارج من نار. طيب الرسول ماذا قال عن الملائكة في صحيح مسلم؟ وخلق الملائكة من نور. طيب الله ماذا قال في سورة الكهف عن إبليس؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، أثبت له الذرية لإبليس، والملائكة ليس لهم ذرية لأنهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، رأيتم؟ ثم اسمعوا ماذا قال الله عن إبليس في سورة البقرة؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، احفظوا كلها الآيات. طيب وماذا قال عن إبليس في سورة الكهف آية ثانية؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه، احفظوا هذه الآيات فقط، بمجموع هذه الآيات بدون ما تعطي درس وشرح وأدلة ومصادر بيطلع معك أنه إبليس منه ملك، إبليس كافر، إبليس اعترض على الله، إبليس له زوجة وله ذرية. أما الملائكة ليسوا إناثا وليسوا ذكورا، فما لهم أولاد وما لهم ذرية. أما إبليس له زوجة وهي صرفة، وله أولاد ثم له أحفاد وله أحفاد. فإذا انتبهوا جيدا، إبليس ليس ملكا، والله عز وجل ماذا قال في القرآن الكريم عن الملائكة؟ لا يعصون الله ما أمرهم، أكملوا، ويفعلون ما يؤمرون. إبليس فعل أم اعترض؟ إبليس فعل أم اعترض؟ إذن ليس ملكا، إذن ليس ملكا. فإذا قال لك قائل لكن الله عز وجل أمر الملائكة وإبليس ليس من جنسهم،
فكيف تقولون لم يسجد فهو عاص؟ يقال إبليس لحقه الأمر وشمله الأمر لأنه كان مختلطا بهم وكان مندمجا بينهم، وهو ليس من جنسهم لكنه كان مكلفا بالسجود، بدليل اسمعوا اللي بده يدافع عن إبليس ويقول إبليس ما عصى لأنه منه ملك فلم يسجد فلا يكون عاصيا، قل له هذا الفهم السقيم طلع إبليس أفهم منك فيه. كيف؟ لأن إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ شو فهم يعني إبليس أنه كان مأمورا؟ شفتوا كيف؟ يعني إبليس نفسه فهم أنه كان مأمورا بالسجود. طيب لو لم يكن من جنس الملائكة كما يقال في لغة العرب سجد القوم إلا الحمار، إيه معروف إنه الحمار ليس من جنس القوم، ليس من جنس القوم، ما هيك؟ طيب إذا واحد قال سجد القوم إلا الحمار، هل لأنه قال إلا الحمار فبيكون صار الحمار من جنس القوم؟ لا. فإذا الله أمر إبليس بالسجود مع الملائكة لأنه كان يعيش معهم، كان بينهم ولحقه الأمر وهو فهم أنه أمر، مع ذلك تكبر وتجبر وكفر ورفض ولم يسجد، ولم يسجد. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ تكبر، اعتبر نفسه أنه خلق من نار، يعني أنه أفضل من آدم بزعمه. فإذا كان إبليس، إذا كان إبليس فهم أنه أمر بالسجود، إن إبليس لم يكن ملكا قط ولا طرفة عين، لم يكن ملكا، هكذا قال الحسن البصري، لم يكن ملكا قط ولا طرفة عين. كيف يقولون طاووس الملائكة بعد هذه الأدلة القرآنية؟ كيف يتجرأ متجرئ ويقول إن إبليس طاووس الملائكة؟ حاشا. تعرف شو يعني طاووس الملائكة على زعمهم؟ يعني أفضل الملائكة، يعني رئيس الملائكة، يعني المقدم على الملائكة. كيف تضحضون، كيف تضحضون هذه الفرية بهذه الآية؟ أي آية بعد ما ذكرناها؟ ما هي؟ مطاع ثم أمين، هذه في من؟ إنه لقول رسول مين؟ يعني جبريل. طيب لاحظ معي ما معنى مطاع بين الملائكة؟ لماذا؟ لأنه المقدم عليهم. فمين بيكون رئيس الملائكة، إبليس أو جبريل؟ شفتوا كيف؟ جبريل هو رئيس الملائكة وليس إبليس، وليس إبليس. ثم إن الله عز وجل أليس توعد إبليس ومن تبعه بأن يدخلهم وأن يملأ بهم جهنم؟ طيب ماذا قال عن الملائكة؟ بل عباد مكرمون. هل يتفق الإكرام مع التهديد بالعذاب وبأن يوضعوا في جهنم للتعذيب؟ لا، لا يتفق. إذن إبليس ليس ملكا، إذن إبليس ليس ملكا ولا طاووس الملائكة. فإذن اسمعوا وانتبهوا، الملائكة يصلون وهم مكلفون بالعقائد الإيمانية. شو يعني؟ مش في حديث في صحيح مسلم وعند كثير من الحفاظ ذكر فيه الرسول عليه السلام أركان الإيمان الستة عندما سأله جبريل عن الإيمان عليهما السلام؟ قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن، اقرأوا الحديث، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره. هذه شو اسمها؟ أركان الإيمان الستة. الملائكة يعتقدون ذلك، الملائكة يعتقدون ذلك. لكن إذا سألتني عن الصيام فأقول لك هم أصلا لا يأكلون ولا يشربون. عم نقول الملك مكلف بالصلاة، نعم،
أما الصيام هم لا يأكلون ولا يشربون، وهم مكلفون بأعمال بوظائف، وهم ينزهون الله عن الجلوس والقعود. الملائكة يعتقدون أن الله موجود بلا مكان، الملائكة يعتقدون أن الله منزه عن الجلوس والقعود. الملائكة، نعم الملائكة، الملائكة يعتقدون أن الله موجود بلا مكان، نعم هم قالوا ذلك. أين قالوا ذلك؟ في سورة البقرة، قالوا سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تعالوا إلى معاجم وإلى الكتب المشهورة الموسعة في لغة العرب وانظروا ما معنى السبح في لغة العرب. السبح التباعد، سبح ربك باعده، نزهه عما لا يليق به. فيكون قالوا سبحانك أي تنزهت يا الله عن الجسمية والحجمية والكمية والكيفوفية والأينية، وعن القعود والجلوس وعن التحيز في الأماكن والجهات وعن الحركات والسكنات وعن الاتصال والانفصال. تنزهت يا الله عن الزوج والولد، تنزهت يا الله عن التغير والتطور والتبدل. كل هذا يدخل تحت قول الملائكة سبحانك، تنزهت يا الله. يا إخواننا يا أحبابنا، هل يصح أن يكون الإله كالمخلوق؟ هل يجوز أن يكون الخالق كالمخلوق؟ لو كان قاعدا أو جالسا، لو كان له جهة أو مكان، فما يكون معنى التسبيح إذن؟ لما بده يكون على زعم الوهابية جسم وقاعد وجالس، ما معنى التسبيح على زعمهم؟ ألغوا التسبيح، نفوا معنى التسبيح، عطلوا معنى التسبيح، فصار هذا التسبيح الذي في الآيات والأحاديث والأدعية والأذكار والأوراد على زعمهم صار بلا معنى، لأن التسبيح معناه التقديس، التنزيه لرب العالمين عن كل صفات النقصان، عن كل ما لا يليق به. هذا اعتراف من الملائكة على أنهم على عقيدة التنزيه. ما في ملك وهابي، مستحيل، ما في ملك وهابي، ما في ملك مشبه، ما في ملك مجسم. كل الملائكة على عقيدة أهل السنة، وكل الوهابية على خلاف عقيدة أهل السنة والملائكة. إذن انتبهوا، الملائكة على التنزيه ينزهون الله عن صفات النقصان، والوهابية يشبهون الله. فلا يوجد ملك واحد على عقيدة الوهابية، بل كل الملائكة على عقيدة الأنبياء، على عقيدة أهل السنة والجماعة، التنزيه والتوحيد. فهمنا لماذا أن الملائكة يصلون؟ لأنهم مكلفون بالصلاة. طيب لما بدهم يصلوا شو بيعملوا؟ عم نحكي عن حملة العرش، يتركون العرش هكذا ويقف الملك في الفضاء ويستقبل العرش ثم يصلي. فإذا أراد السجود إما أن يبقى في الفراغ واقفا ويسجد يضع جبهته على العرش، أو أن يتقدم فيدخل ويقف على العرش ثم يصلي ويسجد على العرش، لا يسجد هكذا في الفراغ، إنما يسجد على العرش. هكذا قال مولانا الشيخ الإمام الحافظ الهرري رضي الله عنه وأرضاه. طيب لما بده يصلي بيترك العرش وبيصلي، هذا لوين لنوصل؟ أن العرش وحملته محمولون بلطيف قدرة الله. طيب في قول آخر؟ نعم هناك قول آخر. ما هو؟ أن الملك الذي يريد أن يصلي ينيب ملكا غيره ليحمل عنه، ينوب عنه ملك فيحمل، ذاك يصلي ثم يأتي فيأخذ عنه، هذا قول آخر. وعلى كل الأقوال الملائكة بيصلوا، يعني ما في ملك لا يصلي، لا يوجد ملك لا يصلي، كل الملائكة يصلون. ثم العرش، انتبهوا،
له بداية، العرش مخلوق، الله أزلي ليس له بداية، فكيف يكون الأزلي الذي ليس له بداية على العرش الذي له بداية؟ افهموا الأدلة السمعية النقلية، الآيات والأحاديث، وافهموا الأدلة العقلية. مش قلنا معرفة الأدلة العقلية من فروض الكفاية؟ معرفة الأدلة العقلية من فروض الكفاية، يعني مهم أن يقوم عدد بهذا الأمر ليرد على المشبهة المجسمة وعلى أهل الكفر والضلال. الآن انتبهوا معي لهذه القضية، العرش مخلوق له بداية أم لا؟ شو يا أحبابنا؟ العرش مخلوق له بداية أم لا؟ والله أزلي، والله أزلي، والله أزلي، فكيف يكون الأزلي الأبدي في العرش أو على العرش الذي له بداية؟ مستحيل. على هذا الاعتقاد، على اعتقاد ابن تيمية وابن قيم وابن كثير والذهبي وابن بطة وابن عبد البر وهيك اسمه هو، هذا اسمه هيك ابن بطة، مش عم نتمسخر عليه، هذا اسمه هكذا ابن بطة معروف عندهم. اسمعوا، لأنه لو اسمه هيك وكان من أهل الحق عادي ما في إشكال. فالحاصل أن هؤلاء الذين يقولون إن الله له مكان أو قاعد أو جالس أو بذاته على العرش، اسمعوا كيف الرد عليهم من حيث العقل. آيات، ذكرنا آيات كثيرة، ما هيك امبارح واليوم. طيب كيف بيكون الرد من حيث العقل؟ اسمع وانتبه، الأزلي الأبدي لا يتغير، لو تغير لكان مخلوقا، احفظوهن، الأزلي الأبدي لا يتغير، لو تغير لكان مخلوقا، والمخلوق هل يكون أزليا أبديا؟ لا. إذن الله لا يجلس على العرش ولا يسكن في السماء ولا يقعد على العرش. انتبهوا جيدا، اللي بده يقول الله جالس على العرش واللي بده يقول الله بذاته على العرش، هو على زعمه، انتبهوا، هو على زعمه اختار إحدى كفريتين. شو هن؟ انتبهوا، اثنيناتهم كفر. اللي بيقول الله قاعد هو واقع في إحدى الكفريتين، إما عم بيقول الله مخلوق لذلك هو قاعد على مخلوق وهو العرش، أو أن يقول العرش أزلي لذلك الله جالس عليه فيكون جعل لله شريكا في الأزلية، وهذا كفر وهذا كفر. والآن اسمعوا التفصيل، اسمعوا شرح هذه المسألة. الذي يقول بأن الله قاعد على العرش يلزمه أحد أمرين، إما أن يقول الله مخلوق له بداية وجد بعد عدم على زعمه، كما أن العرش مخلوق له بداية وجد بعد عدم ليصح جلوس الله عليه على زعم القائل. وهل هذا يشك في كفر قائله؟ هذا كفر صريح، كفر صراح بواح، كفر صراح بواح. اسمع، فإذا هربوا من هذه قالوا لا 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 نقول الله مخلوق كما أن العرش مخلوق ليكون جالسا عليه، لكننا نقول العرش أزلي لأن الأزلي هو الجالس. يقال لهم كيف يكون جالسا والجالس يحتاج إلى ما يجلس عليه والمحتاج لا يكون أزليا أبديا؟ هذه واحدة. اثنين، وكيف يكون العرش أزليا والله يقول في القرآن في سورة الحديد هو الأول والآخر؟ فإذا جعلتم الله كاذبا حيث قال إنه هو الأزلي الأبدي، وأنتم تقولون لا، العرش معك في الأزلية، فالعرش شريك لك في الأزلية على زعمهم. وهل هذا يرضى به مسلم؟ هل هذا يقوله مؤمن؟ هل هذا يقبله عاقل؟ يعني إما أن يقول الله مخلوق كما العرش مخلوق ليجلس مخلوق على مخلوق، وهذا صريح في الكفر،
أو يقول الله له شريك في الأزلية، فالعرش أزلي مع الله ليجلس عليه، وهنا ينقضون من جهتين. الجهة الأولى أن الأزلي لا يكون جالسا، لأنه لو كان جالسا لكان محتاجا إلى ما يجلس عليه. والجهة الثانية أنكم جعلتم لله شريكا في الأزلية، جعلتم لله شريكا في الأزلية. ودرس أول امبارح إذا مذكرين، من نقل من الأئمة الإجماع على كفر من قال بأزلية شيء من العالم مع الله؟ مين؟ أنا عم بسمعك بس ارفع صوتك. نعم، بس واحد اللي جاوب. شو يا أخوانا؟ بعدنا أولت امبارح ذاكرينها، كان الشيخ نزار رحمة الله عليه، هذا الرجل المبارك اللي حكيت لكم عنه من فترة لما بلشنا بالكتاب، كان يقول لهم لأخواننا على وجه المداعبة اللطيفة مع الفائدة. شو كان يقول لهم لما ما يجاوبوا؟ يقول لهم كلوا زعتر وزيت، ما تكتروا من أكل الفول. يقول لهم كلوا زعتر وزيت، هذا يقوي وينفع الدماغ ومفيد. الزعتر والزيت، الزعتر بيشيل السموم من الجسد وله فوائد كثيرة، والزيت فوائده عظيمة جدا. ما تكثروا من أكل الفول. فاللي بدي أقوله من ثلاثة أيام بعدنا ذاكرين، قال الفقيه بدر الدين الزركشي في كتابه شو؟ تشنيف المسامع. شو ماذا قال؟ ماذا قال؟ إن الأمة أجمعت على كفر من يقول بأزلية شيء من العالم مع الله. شو قلت لكم وقت قال؟ إن كان النوع، إن كان الجنس الأصل أو الأفراد الحادثة. اللي بيقول هيدا أزلي مع الله أو هيدا أزلي مع الله، شو بيكونوا هول كلياتهم؟ كفار بإجماع الأمة. فاللي بيقول العرش أزلي مع الله شو بيكون؟ كافر بإجماع الأمة. بحرجع عيد السؤال، فمن قال بأزلية العرش مع الله ماذا يكون؟ ما فشيت الخلق. من قال بأزلية العرش مع الله ماذا يكون؟ يعني بدك إلها القد لتقولوا وتحكوا وتجاوبوا. من قال بأزلية العرش مع الله ماذا يكون؟ كافر بإجماع الأمة. هذا هو، هذا دليله القرآن والأحاديث والإجماع، والإجماع. ثم إن الذين قالوا الله جالس كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول قال إن الله لا مكان له. وين؟ أين قال هذا الرسول؟ في هذا الحديث روى البخاري والبيهقي وكثير من الحفاظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. العرش غير الله أم هو الله؟ غير الله. خلينا نحفظ الحديث وبنجي بعدين على معنى الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. الله أزلي أبدي، وفي الأزل لم يكن العرش ولا السماء ولا الجنة ولا الخلاء ولا الملاء، الخلاء الفضاء، ها؟ ولم تكن الجبال والبحار، ولم تكن هذه المخلوقات، لم يكن شيء من هذا العالم في الأزل.
قل الله خالق كل شيء، دليل أن العالم كله مخلوق. قل الله خالق كل شيء، الحمد لله رب العالمين. ثم اسمعوا وانتبهوا، هو الأول والآخر، يعني وحده الأزلي الأبدي، يعني هذا العالم كله له بداية، هذا العالم لم يكن موجودا في الأزل، فكيف يكون جالسا على العرش؟ فهمنا؟ واسمع، كان الله، كان هذه أي في الأزل، كان الله أي هو موجود في الأزل، ولم يكن العرش ولا السماء ولا الفضاء، فهو ليس جالسا على العرش وليس ساكنا السماء وليس حالا في الفضاء، لأن كل هذه المخلوقات لم تكن موجودة في الأزل، خلقها صارت موجودة وهي غير الله، ولم يكن هذا العالم موجودا مع الله في الأزل. فهمنا ما معنى كان الله أي وحده في الأزل، ولم يكن شيء غيره، يعني لا عرش ولا سماء ولا أرض. إذن لما بيجوا بيقولوا الله جالس على العرش كذبوا الرسول، الرسول قال إن الله لا مكان له، أليس قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، والعرش له أول، العرش مخلوق له بداية، وهو رب العرش العظيم، هذا القرآن، وهو رب العرش العظيم، والرسول يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، والعرش له أول، والعرش له أول، والعرش مخلوق، والعرش له بداية، والله أزلي أبدي ليس له أول وليس له بداية. فهمنا؟ ثم إن قالوا إن الله جلس وقعد، إن كان قالوا على العرش أو على الكرسي أو في الجنة أو في السماء، شو بتقولوا لهم؟ هل أنتم أفهم من علي بن أبي طالب الذي قال إن الله تعالى خلق العرش إظهارا ولم يتخذه؟ تذكرون، نحن من هنا وقفنا لنبين، وإن كنا لا نرى العرش لكن الملائكة يرونه، ورددنا على إنكار الوهابية والمجسمة، ورجعنا إلى قول علي إن الله خلق العرش أكملوا ولم يتخذه. علي من أخذ العلم؟ من رسول الله. كيف فهموا شيئا ما قاله القرآن ولا الرسول ولا الصحابة؟ كيف قالوا بالجلوس والقعود في حق الله وهذا ما قاله الله ولا قاله الرسول ولا قالته الصحابة؟ يعني هم جاءوا بدين مستحدث، جاءوا بعقيدة مبتكرة مؤلفة جديدة مخترعة، وأول تشبيه وتجسيم ظهر في هذه الأمة من اليهود، ثم تبعهم جماعة يدعون الإسلام يقال لهم الكرامية. ماذا يقال لهم؟ الكرامية، هو المجسمة، اليهود ثم الكرامية. أما الصحابة كلهم على التنزيه، أهل البيت كلهم على التنزيه، القرآن على التنزيه، السنة النبوية على التنزيه. فاسمعوا وانتبهوا الآن، كيف جاءوا بعقيدة ما قال بها الصحابة ولا الرسول ولا القرآن؟ يعني فهم الصحابة والنبي كان على عكس فهمهم. كيف أنتوا قلتوا قاعد وجالس وسيدنا علي عم بيقول ولم يتخذه مكانا لذاته؟ بعدين مين أفهم، ابن تيمية أم علي بن أبي طالب؟ مين أفهم، ابن تيمية أم علي بن أبي طالب؟ انتهى الكلام، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. ثم تعالوا معي، يكذبون على السلف ويقولون السلف قالوا جلس، السلف قالوا قعد، السلف قالوا بذاته على العرش، السلف قالوا حقيقة على العرش، وكذبوا وافتروا. هذا سيدنا علي رأس من رؤوس السلف يكفرهم ولا يقول بمقالتهم. أين كفرهم؟ اسمعوا واحفظوا. روى ابن المعلم القرشي الشافعي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي، اسمعوا واحفظوا، عن القاضي حسين، عن الإمام الشافعي
أنه قال: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. الشافعي رضي الله عنه وأرضاه من أئمة السلف أم لا؟ حارجع عيد السؤال، بدي تكونوا كلكم عم بتجاوبوا: الشافعي من أئمة السلف أم لا؟ الشافعي يرجع إليه في اللغة والفقه والأصول والعقيدة أم لا؟ اسمعوا ماذا قال الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. يعني الوهابية بيفهموا لغة العرب عزعم، فقالوا استوى يعني جلس، والشافعي عم بيقول من قال عن الله جلس فهو كافر وهو من أئمة السلف فيكون يكفر نفسه ويكفر السلف على زعم الوهابية. هذا لا يقوله عاقل، هذا معناته أن السلف كانوا يكفرون من يقول شو بالجسمية في حق الله. أنا بدأت بقول الشافعي وكنت قلت لكم علي يكفرهم، اسمعوا ماذا قال فيهم أيضا سيدنا علي، الآن نكون استفدنا قولا للشافعي أيضا. أما ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. ماذا قال؟ كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ أبالإنكار أم بالإحداث؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. يعني الصحابة والسلف يكفرون المشبه والمجسم أم لا؟ بلى. وذكرت لكم في درس الأمس ثلاثة ممن نقلوا الإجماع على كفرهم، ثلاثة مش واحد، ذكرت لكم ثلاثة ممن نقلوا الإجماع على كفر المجسم والمشبهة. طيب، وماذا قال بعد سيدنا علي؟ ماذا قال بعد؟ احفظوا: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. فقد جهل. طيب، إذا واحد قال لك اشرح لي شو يعني جهل الخالق المعبود، بقول لك من لا يفرق بين الخالق والمخلوق هل يكون مؤمنا؟ من لا يفرق بين الخالق والمخلوق هل يكون مسلما؟ من لم يعرف ربه هل يكون عابدا لربه؟ لا، يعني شو بيكون؟ كافر. طيب، خلينا نشرح أكثر. إمام أهل السنة والجماعة في العقيدة من؟ من؟ أبو الحسن الأشعري، إمام أهل السنة والجماعة، علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري. احفظوا ماذا يقول: من جهل الله كان كافرا به. شفتوا ما أحليها؟ من جهل الله كان كافرا به. هذا قول لسيدنا علي الأول: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. وقول إمام أهل السنة والجماعة الأشعري شو ماذا قال؟ من جهل الله كان كافرا به. شفتوا سيدنا علي وأبو الحسن والشافعي عم بكفر المجسم والمشبهة أم لا؟ يعني السلف ما كانوا على التجسيم، يعني السلف لم يكونوا على التشبيه، يعني السلف ما قالوا الله قاعد، يعني السلف ما قالوا الله جالس. مين اللي قال الله قاعد وجالس؟ اليهود، ثم تبعتهم الكرامية، ثم ابن بطة وابن عبد البر، ثم الذهبي، ثم ابن كثير. ها؟ ومن جاء في هذا العصر من الوهابية، والوهابية ليسوا سلفية لا زمانا ولا معتقدا، لا زمانا ولا معتقدا. مين هن السلف؟ أهل القرون الثلاثة الأولى الذين قال الرسول عنهم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. طيب، ابن تيمية متى ظهر؟ في القرن السابع الهجري. شو جابوا على السلف؟ لو بتجروا جر بالحبل ما بيوصلن. شو جابوا على السلف؟ القرن السابع الهجري، في 400 سنة بينه وبين السلف، جايين عاملين لي يا إمام السلف، قال ما بيستحوا. وأما في العقيدة فهو أبعد ما يكون عن السلف،
لأنه يقول بالتشبيه والتجسيم والقعود والجلوس والتركب، والتركب تركب الأجزاء في ذات الله، ويقول بحلول الحوادث في ذات الله، ويقول إن العالم أزلي مع الله، جنس العالم يقول أزلي مع الله، ويكفر المستغيثين والمتوسلين، ويحرم السفر بقصد زيارة قبر النبي. من وين بده يكون من السلف هذا؟ لا من السلف ولا من الخلف، إيه؟ ولا من الخلف، إيه؟ ولا من خلف الخير. لكن من وين؟ الجواب واضح، اليهود والكرامية، من تبعهم يلحق بهم أم لا؟ هذه هي. نحن لحقنا الصحابة، لحقنا الرسول، لحقنا الشافعي، لحقنا مالكا، لحقنا أحمد، لحقنا الأوزاعي، أبو حنيفة، لحقنا السلف والخلف في التنزيه والتوحيد وفي الفروع، لأنهم على الحق. نحن مع الإجماع، نحن مع القرآن، نحن مع السنة، نحن مع الإجماع، أما هم خرجوا عن كل ذلك. طيب تعوا خلينا نكمل. ماذا قال سيدنا علي؟ من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبودة. اللي بيكون قاعد على العرش بيكون محدود أم لا؟ إذن عم بيقولوا الله محدود، وسيدنا علي عم بيقول عنهم كفار. سيدنا علي رأس من رؤوس السلف. طيب هذه أقوال علي بن أبي طالب. طيب شو بيقول سيدنا الإمام الشافعي؟ المجسم كافر. شو؟ الشافعي ماذا قلنا؟ مرجع في اللغة أم لا؟ مرجع في الأصول أم لا؟ مرجع في الفروع أم لا؟ مرجع في العقيدة أم لا؟ الشافعي ممن يحتج به في لغة العرب، هو أول هذه الأمة من ألف في أصول الفقه. كل علماء الأمة الذين ألفوا في أصول الفقه كانوا بعد الشافعي، هو الأول، هو الإمام، هو المقدم في ذلك. وسيدنا الشافعي فيه فسر حديث لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما ونورا. هذا الشافعي يقول المجسم كافر. الشافعي ما بيعرف عقيدة السلف؟ ما هو من رؤوس السلف. أين ولد الشافعي؟ بمية وخمسين للهجرة. متى ولد الشافعي؟ مات الشافعي بمئتين وأربعة. بيكون من السلف أم لا؟ مش قلنا أن السلف أهل القرون الثلاثة الأولى؟ طيب ولد بمئة وخمسين، مات بمئتين وأربعين، أربعة وخمسين سنة عاش، مئتين وأربعة، عاش مئتين وأربعة. الشافعي ولد بمئة وخمسين، مات بمئتين وأربعة، وهو من أئمة السلف، بل ومن أئمة العلماء. هو يكفر من يقول الله جالس، يكفر من يقول الله قاعد. إذا بدك تقول أهل القرون الثلاثة الأولى، انظر الشافعي فيهم كالبدر، الشافعي فيهم كالبدر. 150 ولد بمئتين وأربعة، توفي يقول إن من قال الله جسم فهو كافر. من روى هذا عن الشافعي؟ أين هذا القول عن الشافعي؟ نقله عنه ورواه الحافظ جلال الدين ابن أبي بكر عبد الرحمن السيوطي الشافعي المفسر الحافظ المحدث. وين؟ في أي كتاب؟ في الأشباه والنظائر، في صحيفة 484 من النسخة المصرية القديمة. هذا الشافعي يقول المجسم كافر. طيب قول سيدنا علي سيرجع قوم من هذه الأمة، من رواه؟ ابن المعلم القرشي. أيضا هو روى قول الشافعي وقول علي، ابن المعلم القرشي. وفي حدا بعد روى عن الشافعي غير ابن المعلم، مين؟ ابن الرفعة. نعم، من أجاب؟ جزاك الله خيرا. ابن الرفعة، من هذا ابن الرفعة؟
من كان في زمانه من الشافعية، بتعرفوا شو كان يسموه؟ الإمام، سموه الإمام في الفقه في مذهب الإمام الشافعي. مين ابن الرفعة؟ أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد ابن الرفعة الشافعي في كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه في المجلد الرابع في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة عن القاضي حسين عن نص الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر، في النسخة المطبوعة في المجلد الرابع صحيفة 24. هذه أقوال السلف، هذه أقوال الأئمة، هذه أقوال العلماء. فما حدا يضحك عليكم، لا أحد يضحك عليكم يقول لكم ابن تيمية وابن كثير ابن قيم الجوزية، ما هو لكل تلاميذ لابن تيمية، الذهبي وابن قيم وابن كثير تلاميذ ابن تيمية وهم على عقيدة واحدة. بتقول لي حتى ابن كثير؟ أقول لك حتى ابن كثير نحن ما بنفترع عليه ولا على غيره. ابن كثير انتبهوا، هل عن مين عم نحكي؟ ابن كثير تلميذ ابن تيمية، يعني هذا المتأخر اللي كان بالقرن السابع، مش عم نحكي عن ابن كثير اللي هو من أئمة القراء المتقدمين، لا، ذاك شيء آخر، ذاك من أهل العلم، واضح؟ لأنه في ابن كثير في القراء، لا هذا ما دخله. عن مين عم نحكي؟ ابن كثير تلميذ مين؟ يعني جماعة شو؟ القرن السابع الهجري. اسمعوا وانتبهوا معي، ابن كثير كتبه عندهم مرجع، وهذا الكتاب هو من أشهر كتبه في كل الأرض. هذا الكتاب من أشهر كتب ابن كثير في الدنيا، وهو عمدة عندهم. ماذا يقول ابن كثير في هذا الكتاب الذي يسميه تفسير القرآن العظيم على زعمه، عماد مسميينه هن على زعمهم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي المتوفى 774 للهجرة، قلت لكم هو جماعة القرن السابع. اسمعوا ماذا يقول في هذا الكتاب، هذا المجلد الرابع، إذا مبين عليكم هذا المجلد الرابع. اسمعوا ماذا يقول في تفسير سورة طه في المجلد الرابع صحيفة 48، نعوذ بالله والعياذ بالله، حاشا لله، تنزه الله، تقدس الله. قال، يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة: إذا قعد على كرسيه، يقول إذا قعد على كرسيه، ثم من تصريحه وحبه للتشبيه والتجسيم ماذا قال عن هذا الكلام في أوله؟ قال: وما أحسن هذا الحديث، أعوذ بالله، قال: وما أحسن هذا الحديث، ثم هذا الحديث عدد كبير من الحفاظ قال فيه إنه لا يصح، إنه موضوع، إنه ضعيف، إنه لا يحتج به. وقد اتفق العلماء على أن الحديث الضعيف لا يحتج به في العقائد والأحكام. طيب كيف إذا كان موضوع؟ كيف إذا كان موضوع؟ طيب من من العلماء والحفاظ الكبار والقضاة المشاهير طعن في هذا الحديث؟ الآن أذكر لكم واحدا مع أن معي الكثير، صورت لكم من كتب العلماء، معي الكثير ممن طعن فيه، لكن أذكر لكم واحد من أشهرهم، مين؟ القاضي الفقيه العلامة أبو بكر ابن العربي المغربي المعافيري المالكي في كتابه عارضة الأحوزي، هذا يقول لا يصح. ثم ابن كثير الذي يقول عن الله إذا قعد على كرسيه، في نفس الصحيفة يشير محتجا بحديث الأوعال،
بس تحت ما قدر يصرح كمان، لأنه إذا صرح بمطرح واحد بشغلتين كبار كتير حينفضح. فأشار إشارة، شو قال؟ شوفوا العبارة ماذا قال والعياذ بالله. قال: وقد أورد ابن أبي حاتم هنا حديث الأوعال من رواية العباس عن رسول الله. تعرف شو يعني حديث الأوعال؟ فيه التصريح بنسبة القعود والجلوس إلى الله على العرش. وقد قال العلماء إنه حديث موضوع ملفق لا يصح. هذا ابن كثير، بعدنا بصحيفة من كتابه لابن كثير، في صحيفة من كتابه، في صحيفة أخرى ماذا يقول؟ لكن هذا في المجلد الأخير، وهو المجلد السادس. في المجلد السادس 513 في تفسير سورة الإخلاص يقول: الصمد، تفسير سورة الإخلاص يعني شو تلقائيا حتفهموا؟ مش من أسماء الله الصمد، مش الإي الله الصمد، عم بيقول الصمد على زعمه. قال عبد الله بن بريدة: الصمد نور يتلألأ. تعرفوا ماذا قال الرسول فيما صححه الحافظ ابن حبان؟ الجنة نور يتلألأ. فمين اللي بيتلألأ، المخلوق أم الخالق؟ من الذي يتوقد ويتلألأ، المخلوق أم الخالق؟ المخلوق. هذا ابن كثير لا يميز الخالق من المخلوق، والحديث صحيح، حديث مين؟ ابن حبان. في الجنة إنها هي ورب الكعبة نور يتلألأ، يقسم الرسول بالله يقول هي ورب الكعبة، يعني كأنه يقول هي والله نور يتلألأ. فعن ماذا قال الرسول يتلألأ؟ عن الجنة. فهذه صفة المخلوق التوقد، بتقول توقد مثلا هذا الشيء بالضوء بالنور. أما عن الله انظروا كيف حاول أن يمرر التجسيم، وكذب على مين؟ كذب وافترى على عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة لا يقول هذا الكلام، لأن هذا مما أخذ عن الإسرائيليات. وعبد الله بن بريدة أين نشأ؟ أين نشأ عبد الله بن بريدة؟ في بيوت صحابة رسول الله، هو وأهله صحابة وتابعين، صحابة وتابعين. كيف بده يفتري على رب العالمين يقول نور يتلألأ؟ بعد في أشياء كثيرة عن ابن كثير، ثم يكفيه ما قال فيه العلماء محذرين منه. لكن من المخزي والمؤسف أن بعض المشايخ الذين يحسبون ظاهرا أنهم أشاعرة أو على السنة، على أهل السنة، يمررون لابن تيمية، ومرة لابن قيم، ومرة للذهبي، ومرة لابن كثير. وانظروا ما في كتبهم من الطامات والويلات. قولوا قال الشافعي رضي الله عنه: المجسم كافر. قال الشافعي رضي الله عنه: المجسم كافر. قال الشافعي رضي الله عنه: المجسم كافر. أعيدوه جماعة ثلاث مرات، قولوا: قال الشافعي رضي الله عنه: المجسم كافر. قال الشافعي رضي الله عنه: المجسم كافر. قال الشافعي رضي الله عنه: المجسم كافر. بارك الله بكم، هللوا وصلوا على رسول الله.